يا كابتن. كابتن. حضرتك مش مدهيلي انا؟ ايوه. مش حضرتك ابن مصطفى البقال بتاع ال... لا والله انا مش ابن مصطفى. بتاع جبنه رومي؟ لا والله مش انا. امال اسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي احمد حضرتك. احمد انت هنا من حته يا احمد؟ لا والله انا كنت عند واحد صاحبي حضرتك في زياره ومروح. ايوه كنت. طب عايز اديك حاجه يا احمد. ليه انا حضرتك؟ ايوه يا ريت. انت اخي انت ولد مؤدب وكلك ذوق. خد امسك. شكرا حضرتك. دي ليه انا؟ عليك انت. كنت طالبه منك طلب صغير. يا راجل بتاع البوسطه جاب الجواب ده. انا بس عايز حضرتك تقراه لي لو تقراه بعد اذنك، لان انا يعني نظري بقى على قدي. معلش حضرتك. مع ان انا كنت بطله رمايه زمان. زمان بقى معلش حضرتك. كنت بطله رمايه انش النشان يعني كده طوالي. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. اتفضل حضرتك. الجواب ده لحضرتك؟ مش سامعاك. في حجره تحتيك ممكن تطلع عليه. ايوه حضرتك. شكيله قوي. معلش عشان مش سامعه صوتك يعني. الجواب ده لحضرتك؟ ايوه ده جاي لي انا حضرتك. حبيبتي وديده. مين ده؟ حبيبتي وديده. ممكن تعلي صوتك سنه؟ حبيبتي وديده. ايوه سمعتك سمعتك سمعتك. اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اشوفك ما بيتحسبش من عمري. بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. علي صوتك شويه يا ابني. بحبك قوي. ايوه. ايه ده؟ يا نهار. يا في ايه؟ يا ايه يا استاذ؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ ده ابني شافنا. ابنك حضرتك شافنا. انا بعمل ايه حضرتك؟ شافنا يا احمد. شفنا. طب انا ما شفنا حضرتك. احنا بنعمل حاجه غلط يعني ولا ايه؟ مشي جورج دي كونفيستونس دي كي دي جون. يا استاذ يا مسيو جورج حضرتك ما بيفهمش عربي حضرتك. طب حضرتك فاهمين ان انا مش غلطان في حاجه. انا جايه لك يا استاذ جاي حضرتك. انا ما في ايه حضرتك؟ قسما بالله ما عملت حاجه. احمد ولد طيب يا ست. شكرا. انت انسان رقيق وطيب. ربنا يخليك. ومحترم. شكرا. طب شكرا حضرتك. لانك ايه ما دخلتش من الشباك. انت دخلت من الباب. دخلت من الباب اعمل ايه حضرتك؟ انا ماشي حضرتك. نادت عليا يا استاذ فؤاد حضرتك. انا ماشي حضرتك. قالت لي ايه الجواب ده؟ انا قلت لك ايه؟ قلت لي ايه الجواب فيه حضرتك؟ انا قلت لك. انا قلت لك ولا انت بتقول لي انا جايب لك معايا الورده الحمراء؟ انا قلت لك ورده حمراء. الورده بتاعت حضرتك ايه؟ خد الورده يا استاذ لو سمحت حضرتك. في كلمه مش بالطريقه دي. في كلمه واحده عايز اقولها لك. طب انت مش قلت لي ربنا يسهل يا رب وفؤاد يتجوز والبيت يفضح ونتلم على بعض ونقعد؟ ما حصلش. عايز ايه؟ عايز امشي. انا مش بالطريقه دي كده. معلش. عايز ايه حضرتك؟ عايز امشي. امرني حضرتك. عايز ايه؟ عايز امشي. ايه؟ امشي. انا مش هاجي الشارع ده تاني. معلش انا اسف. انا غلطان. ايوه ما احنا بعد كده لو انت هروح شقتك ونتجوز فيها يبقى مش هنيجي هنا كده. يا ستي ولا تتجوزي ولا تعملي حاجه. انا عظمي زي الحلاوه الطحينيه. عارف والله ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه حضرتك. طب ايه ده؟ بتقول ايه؟ حضرتك انا عارف ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه. انا عظمي ماله؟ زي الحلاوه الطحينيه. انا ما اعرفكيش يا ستي. انت شفتيني قبل كده؟ امال عايز ترتبط بيا ليه؟ ارتبط بيكي مين حضرتك؟ حضرتك انت قد ام امي. مش كده قد ام امي يعني. مش كده. مش بالطريقه دي. انا كل سني 74 لسه ما كملتش 75 سنه. كمان حضرتك بتقولي لي ارتبط بيكي؟ حضرتك انت عارفه حضرتك انا عندي كام سنه؟ كام سنه انت؟ انا عندي 22 سنه. لا جورج ليه زادي فاضي تفاضي غبا دي غزي تي في دي غزي غودي فو غادي. لا. لا 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 عارف انا بقول له ايه؟ نعم حضرتك. انا بقول له ايه؟ واضحه يعني بتقولي له اضربه. بس الجواز بالاتفاق يا ستي. جواز ايه؟ اتجوز واحده قد ستي؟ حرام عليكي. ايه ده؟ اتجوز واحده قد ستي؟ مش سامعاك. اتجوز واحده قد ستي؟ عيب يا واد ما تقولش كده. يا ستي حرام عليكي. حرام عليكي اللي بتعمليه فيا ده. انا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه؟ في ايه حضرتك؟ حضرتك انا عايز امشي بقى. حرام عليكي اللي بتعملوه فيا ده. انت عارف الشقه كام اوضه؟ يا ستي انا مش عايز اعرف. لا اسال سؤال. كام اوضه؟ جوه هنا؟ سته. طب يا ستي شكرا. ربنا يخليهم لك. امشي انا بقى. تخلي ايه؟ الاوض. اخلي ايه؟ ربنا يخليهم لك. ايه هما؟ الاوض. ايوه انت عظمك زي الحلاوه الطحينيه. نعم. عظمك زي الحلاوه الطحينيه. عظمي ماله؟ زي الحلاوه الطحينيه. انت انسان لطيف. شكرا يا شكرا يا ماما. انت بتقول ايه؟ شكرا يا ماما. ماما؟ ماما ايه؟ موي لما شتحها. شكرا يا حاجه. شوف يدي فوري كونستيتي فوتي بقى. وديفيسيون. خلاص هم بعد هم ليك. هقول لك انا الحقيقه. ايوه مش حضرتك. اوعيدي بقى كده. اوعيدي. انا مش هاجي هنا تاني ومش هعرف الحته دي خالص. صاحبي ده جزمه لو جيت له انا تاني. ولا هنزل من باب البيت خالص. ايه ده ايه ده؟ تعال. احمد. احمد.
احمد.